التشبث الشديد بأشخاص أو بأشياء في الدنيا يجعل القلب في حالة اضطراب شديدة. يعني لو اقترب منك هذا الشخص تشعر أنك تحلق بالسماء، ولكن لو ابتعد تشعر بأنك في كآبة شديدة. فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن يعلمنا ألا يكون تعلق قلبنا إلا بالله سبحانه وتعالى، فيرسل علينا أحيانا أحزان أو مصائب يجعلنا نتعلم ألا نتعلق إلا بالباقي سبحانه. الله سبحانه وتعالى يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. السبب لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. الفرح اللي بنسيك نفسك وبنسيك أنك تتعلق بالله، وكان من وصايا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأحبب من شئت فإنك مفارقه، تعلق بالله فقط.